بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الآن في يونت 2 Force and Motion لجريد 7 سكند ترم. Lesson 1 Fundamental Forces in Nature، يعني تطبيقات القوة في الحياة. Lesson 2 بيتكلم عن a combined force to motion. Lesson 3 بيتكلم على الموشن. يلا بينا نبتدي في Fundamental Force of Motion. هنا بيتكلم عن الفاندمنتال force in nature، يعني تطبيقات أو الأساسيات القوة في الطبيعة. زي ما انتم شايفين هنا، this is a car and this is a lever. This lever raise the car up as you see. What is the meaning of force؟ إيه تعريف القوة؟ To know the meaning of force, let's see the following example. أنا عندي عشان أعرف التعريف بتاع القوة أو معناها لازم أشوف الثلاث نماذج دي أو الثلاث أمثلة دي. أول مثال: the book on the table remains static. يعني إيه remains static؟ يعني يبقى ثابتا، بيكون ثابت. As long as no one moves it، طالما ما حدش حركه هيفضل ثابت static أو constant. طيب إيه السبب؟ Because there is no force acting on it، عشان ما فيش أي قوة بتأثر عليه. يعني لو سألت جود وقلت لها جيفري زون، this table remains static as long as no one moves it. ايه السبب؟ هتقولي ايه بقى؟ Because there is no force acting on it. تمام، because there is no force acting on it. طب الاكزامبل التاني: the wall doesn't move when you push it with your hands. ايه السبب اللي بيخلي الحيطة ثابتة طالما حتى لو انا دفعتها بإيدي زي الراجل ده ما بيعمل برضه مش بيتحرك؟ إيه السبب؟ هنقول because the force acting on the object is improper، يعني ثابتة، لأن القوة التي تؤثر على هذا الشيء اللي هي الحيطة بتكون إيه؟ بتكون ثابتة ومتأثرش عليها أصلا. تمام؟ طيب ده سؤال نمبر question number 3. The static pole، static pole اللي هي الكورة، static pole الكرة الثابتة، moves when you kick it with your foot. الكرة تبقى ثابتة على الأرض أول ما الراجل يشوطها، بتروح تمشي على طول على إيه؟ الهدف اللي هو الجول. It was your foot it with، يعني kick it with your foot and it stops when the goalkeeper catch it. وتقف إمتى؟ لو الحارس بتاع المرمى بيمسكها، الحارس بتاع المرمى اللي اسمه the goalkeeper. طب لو أنا جالي سؤال زي كده هرد أقول إيه بقى؟ because the object's state changes from static state to motion state، لأن الكورة اتغيرت من الحالة الساكنة إلى الحالة المتغيرة أو حالة الحركة. or vice versa when a proper force acts on it، عندما تؤثر عليها قوة. تمام؟ طب نسأل يوسف، give reason. The static ball moves when you kick it with your foot and stops when the goalkeeper catches it. هتكون إيه الإجابة؟ The object it change from static to motion static. تمام، because the object state changes from static state to motion state or vice versa. كلمة vice versa يعني والعكس صحيح. when a proper force acts، يعني أنا ملاحظة بقى حاجة، مش هو كل شوية يقول improper force act on it، وهنا كان كاتب when a proper force acts on it، يعني معنى كده إن في قوة بتأثر عليه. الصفحة اللي بعدها دي أو المثال الرابع: the pole changes its direction when the player deliver it with his head. يعني الكورة بتغير الاتجاه بتاعها لما لعيب الكورة بيستلمها وبيستلمها بإيده ويروح يصدها. كلمة when the player delivers it with his head، لما بيصدها براسه. طيب إيه السبب اللي بيخليها تغير الدايركشن؟ because the direction of the acting force is in the opposite direction of the movement of the object. يبقى السبب في تغيير الاتجاه هو ايه؟ لان الراس او القوة اللي بتأثر عليها بتكون في الاتجاه العكسي. تاني، راس الراجل ده تعتبر ايه؟ القوة اللي بتأثر على الكورة. طيب مالها الراس بتاعته؟ بتعمل ايه؟
بتبقى ليها اتجاه عكس اتجاه حركة الفورس. يبقى because the direction of the acting force is in the opposite direction of the movement of objects. تمام يا اخوانا؟ تمام الموضوع ده ولا ايه؟ because the direction of the acting force اللي هيكتب لي يقول because the direction of head is in the opposite direction of the movement of the object. ينفع تنفع ماشي؟ From the previous example من خلال الأمثلة السابقة we can define the force as follows. ممكن نعرف القوة كالتالي. بالنسبة للفورس التعريف بتاعها إيه؟ هنكبر الصفحة كده شوية عشان تبقى واضحة بالنسبة لي. It is an effect, هو عبارة عن مؤثر that attempts to change the object state, الذي يغير من حالة الشيء from being static to motion, من الحالة الساكنة إلى الحالة المتحركة أو من السكون إلى الحركة from being static to motion or vice versa أو العكس صحيح or attempts to change the direction of motion أو بيغير من اتجاه حركة الشيء كمان مرة. احنا كده بنقسم التعريف إلى أجزاء. الجزء الأول it is an effect that attempts to change the object state from being static to motion, ده الجزء التاني or vice versa or attempts to change the direction of motion. ايه التعريف بقى يا رودي؟ ايه التعريف؟ يلا كده يوسف ايه التعريف بتاع الفورس؟ It is an effect that attempts to change the object state from being static to motion or vice versa or attempts to change the direction of motion. طب ملحوظة, the measuring unit of force is newton. طبعا دي ما عارفين احنا من grade 6 على طول عارفين ان هي كيلوجرام لكل ايه, كيلوجرام لكل متر, يعني دي تعتبر النيوتن القوة. فاكرين القانون بتاع القوة اللي احنا اخدناه اللي هو ايه؟ عموما ان الميجرنج يونت بتاع الفورس هو النيوتن. طيب نيجي بقى للنقطة اللي بعديها, ايه اللي يحصل لو what happen when a proper force acts on it on, ايه اللي يحصل لو احنا أثرنا عليها بقوة؟ لو انا عندي static object او لو انا عندي moving object. والله لو انا أثرت بقوة على شيء ساكن اللي هو static object the object will move. يبقى انا لو جالي السؤال ده هقول the object will move from its position to another position in the same direction of the force acting on it. يبقى أنا الإجابة بتاعتي هتكون إيه؟ will move, هتكون will move. طب لو أنا عندي سؤال تاني يقول لك إيه؟ what happen if a moving object if what happen what happen if a proper force act on a moving object, اللي يحصل لو أنا عندي قوة أثرت على جسم متحرك in the same direction كمان, اللي يحصل the speed of the moving object will increase. طب ليه increase؟ علشان عندي ان القوة في نفس الاتجاه, يعني الشيء اللي بيتحرك in the same direction of me of course. يبقى انا عندي قوتين اهو, هو القوة بتاعت الاوبجكت زائد او بلس القوة بتاعتي انا اللي بأثر عليها على الاوبجكت. فانا عندي قوتين, طب القوتين دول هتخلي ايه؟ the speed of moving object will increase, the speed of moving object will increase. fundamental forces in nature, ايه بقى التطبيقات بتاعة القوة على الحياة؟ هلا بقى نشوف. there are many different types of forces, انا عندي انواع مختلفة من القوة. these forces cannot be seen in nature but we can feel them on, in some phenomena. انا ما بشوفهاش بعيني ولكن انا بشوف التأثير بتاعها او التأثير بتاعها وعلى الظواهر الطبيعية. زي ايه؟ اول حاجة lightning and thunder, الرعد والبرق. wind motion, حركة الرياح. the gravitational of objects to earth, جاذبية الأشياء إلى الأرض. the attraction of iron to magnet, جاذبية المغناطيس إلى الحديد. يبقى أنا عندي أربع أمثلة, والأربعة دول بسميهم إيه؟ different types of force or fundamental forces in nature.
Also there are forces causing technological application، وكمان احنا ممكن نستخدم هذه القوى في التطبيقات التكنولوجية، التطبيقات التكنولوجية اللي بتسهل علينا الحياة. زي ايه يا جماعة؟ أول حاجة generating the electric current، يعني توليد الطاقة الكهربية. fire weapon، الأسلحة النارية. nuclear explosions، التفجيرات النووية. nuclear reactors، المفاعلات النووية. يبقى دول ثلاث حاجات، أربع حاجات نحفظهم بقى. أنا عندي nuclear ودي nuclear، nuclear explosions ونيوكلير رياكتورز. خلاص كده دول تمام حفظناه. ايه تاني يا مس؟ عندي generating the electric current و fire weapon. الاثنين دول ايه؟ بيعبروا عن technological applications، والاثنين الاخرين برضو technological application، بس فيهم كلمة nuclear يعني حاجة نووية نستخدم فيها القوة الخاصة بالنواة. فبنستخدمها في الاكسبلوجنز التفجيرات، وبنستخدمها في الرياكتورز المفاعلات النووية. هنا although the forces differ، على الرغم من هذه القوى مختلفة، the scientists classified them into three divisions. The following diagram shows them. يبقى العلماء صنفوا القوى، صنفوها إلى إيه؟ ثلاث أقسام. fundamental forces in nature، أول حاجة gravitational force، تاني حاجة electromagnetic force، ثالث حاجة nuclear force. طب النيوكلر weak nuclear force و strong nuclear force. تمام، يبقى أنا عندي ثلاث تطبيقات أهم قلنا عليهم. تعريفهم بقى بالعربي علشان خاطر ممكن الناس تقول يا مستر معناها إيه الجرافيشنال؟ الجرافيشنال اللي هي القوة بتاعت الجاذبية الأرضية زي ما إحنا عارفين. الكترومغناطيسي الكهرومغناطيسي، يعني كهرباء ومغناطيس مع بعض. طب نيوكلر يعني طاقة نووية يا جماعة. الطاقة النووية ممكن تكون ضعيفة، ولو كانت ضعيفة بنستخدمها في إيه؟ ولو كانت قوية نعرف نستخدمها في إيه؟ طيب بالنسبة للجرافيتيشنال فورسز، واحد اسمه إيزاك نيوتن اللي هو العالم نيوتن المشهور، ماله؟ was the first one who discovered the Earth's gravitational force when he was sitting under a tree and he found an apple falling down to the ground. والقصة دي احنا عارفينها وكل الناس عارفاها، لما وقعت التفاح اكتشف ان في جاذبية. Then he proved that، اكتشف بيه. هنا بقى الحتة الجديدة المهمة اللي احنا عاوزين نحفظ. All masses are attracted toward the earth by the force known as earth gravitational force. كل الأجسام يتم سقوطها وجاذبيتها على الأرض بسبب قوة الجاذبية الأرضية. تمام، يبقى مين هو اللي اكتشف الـ earth gravitational force؟ اللي هو العالم مين؟ إيزاك نيوتن. And this force depend on the masses، وبتعتمد على الكتلة، كل ما بتزيد الكتلة كل ما بتزيد قوة الجاذبية. As shown in the following activity، هيعمل activity. Activity 1 Earth attracts object، يعني الأرض بتجذب الأشياء. Steps put a set of object that differ in mass 1 kilogram 5 kilogram 10 kilogram on the ground. Try to lift the mass and put them on a table beginning with a smallest mass then the next one in order. هيرتب الأوزان زي ما انتم شايفين من الصغير للكبير ويحطها على الترابيزة. وبعد كده هيعمل ايه؟ هيقيس بقى. تعال نشوف ال observation. The exerted force work to lift object increases by increasing the object mass. هو بيبذل مجهود لما بيحط الوزن الصغير بيبقى مرتاح، الأكبر بيتعب، الكبير خالص خالص بيوجع له ايديه أثناء ما هو بيحطه على الترابيزة. فده بيبقى ايه؟ the exerted for the exerted work، يعني الشغل المبذول أو الجهد المبذول to lift object، لترك هذا الشيء increase بيزيد by increasing object mass، بزيادة كتلة الجسم. يبقى معنى كده when increasing the mass the force will increase and the work will increase too. ال conclusion بقى هنستفاد ايه من التجربة دي؟ as the object's mass increase the work done to lift the object upward increase in the opposite direction of the Earth's gravitational force. يعني وهو شايل الوزن بيشيله عكس الجاذبية الأرضية، يعني وأنا رافع إيدي لفوق كده، لو مثلا حد كده تيتشر لما بيقول لك ارفع إيديك لفوق وأنت بتلعب السبورت، يعني وأنت when you doing exercise يقول لك raise up your hands أو مثلا hands forward، فأنت بتعمل عكس الجاذبية الأرضية، أنت موقف إيدك عكس الجاذبية الأرضية. فهنا بيقول لك ايه؟ as the object's mass increase، كل ما بتزيد الكتلة
The work done to lift the object upward increase. القوة بتاعتك أو الشغل اللي أنت بتبذله لرفع هذا الوزن بيزيد. لا، لرفع هذه الكتلة بيزيد. In the opposite direction، وده بيكون عكس الاتجاه بتاع مين؟ الجرافيتيشنال ايرث، الجرافيتيشنال فورس، أو the earth's gravitational. Interpretation. Earth attracts the objects to its center by a force called object's weight. احنا بنقول على قوة جذب الأرض للأشياء بتكون في اتجاه السنتر بتاع مين؟ الكرة الأرضية. طب هي القوة اللي القوة بتاعة الشيء اسمها ايه؟ object weight. طب الأوبجكت سويت، فاكرين لما احنا كنا بنقول في جريد 6 الويت ده عبارة عن الماس في عجلة الجاذبية الأرضية؟ فاكرين لما احنا كنا بنقول ماس تايمز 2 9.8؟ فاكرين الرقم ده اللي هو عجلة الجاذبية الأرضية ولا لأ؟ فاكرين الكلام ده ولا لأ؟ طيب object weight، وزن الشيء increase by increasing the object mass. والكلام ده مهم جدا، بيجي أكمل وصح وغلط وخيار. object weight increase يعني الوزن بيزيد بزيادة الكتلة. الكلام ده سهل خالص علينا، ويعني أنا أعتقد يعني وإحنا قاعدين ممكن نكون حفظناه. طب إيه بقى التعريف بتاع الـ object weight؟ عندي تعريفين، عندي ممكن أقول التعريف ده أو التعريف ده. It is the ability of the earth to attract the object to its center. ده التعريف الأول. ممكن أقول إيه؟ It is the force of earth's gravitational to the object. يعني قوة الجاذبية الأرضية للشيء. تاني، It is the ability of the earth to attract that object to its center. أو ممكن أقول It is the force of earth's gravitational to the object. الميجرينج يونت بيكون يا جماعة نيوتن. يعني it is the ability of the earth to attract any object to its center. أو ممكن أقول it is the force of earth's gravitational to the object. خلاص. So the weight of an object can be calculated by using the following relation. الماس مضروب في مين؟ عجلة الجاذبية الأرضية. طب عجلة الجاذبية الأرضية بقول عليها إيه؟ Earth's gravitational acceleration. Earth's gravitational acceleration بعبر عنها بالرمز G. طب إيه بقى وحدة القياس أو الميجرنج تول، الميجرنج يونت بتاعتها؟ متر، متر بير سكند سكوير. متر بير سكند سكوير. طب الماس بالكيلوجرام. عشان كده أنا لما بقول الناتج هيساوي كام، هنقول كيلو جرام متر لكل سنتيمتر لكل سنة تربية. يعني كيلو جرام متر بير سكند سكوير. والقانون ده حفظ صم، القانون ده مهم خالص. The Earth's gravitational acceleration equal 9.8 أو تقريبا approximately 10 متر بير سكند سكوير. الكلام ده حفظ، الحفظ صم، تحفظوه زي اسمكم. Calculate the weight, mass and gravitational acceleration. عشان بقى أطلع الويت أعمل إيه؟ هروح ضرب الاتنين دول في بعض، اللي هو إيه بقى؟ الماس في الجي اللي هو الجي اللي هي عبارة عن إيه؟ جي دي the earth gravitational acceleration. إيه بقى الـ earth gravitational acceleration يا مس؟ دي الجاذبية الأرضية اللي أنا لسه قايلة عليها من شوية. earth's gravitational acceleration. طب أنا لو عايز الماس، لو أنا عايز الماس أعمل إيه؟ هروح مخليه ال weight divided into the earth's gravitational acceleration. بعد كده لو عايز gravitational acceleration هعمل ايه؟ اللي هي ال g دي. هروح سهلة خالص، هروح حاطة عندي ال weight وأروح عاملاها divided into mass. طبعا الكلام ده سهل برضه. From the previous relation we can conclude that the object weight depend on، بيعتمد على ايه بقى؟ ممكن يقول لك give me two factors that affect the weight. ايه بقى العوامل اللي بتأثر على الوزن؟ عندي حاجتين، الكتلة بتاعة الجسم وعجلة الجاذبية الأرضية. أول حاجة ده object mass و gravitational acceleration. طيب لو أنا قال لي مثلا ماذا يعني أو what is meant by the weight of an object equal 3 newton، أول ما تشوف سؤال زي كده هتروح حاطط له التعريف بتاع مين؟ التعريف بتاع الويت. إيه بقى التعريف بتاع الويت؟ this means that the ability
أو the ability of the ears to attract this object equal 30 نيوتن. فين هو يا مس الكلام ده؟ أهو فاكرين لما أنا قلت لكم احفظوا لي التعريف بتاع الويت؟ هو راح فين التعريف بتاع الويت؟ أهو objects weight. objects weight أو weight it is the ability of the ears to attract the object to the center. أو ممكن أقول إيه بقى؟ it is the force of ears gravitational to the object equal 30 نيوتن. أعطيكم بقى أسئلة أو مسائل بمعنى أصح، والمفروض إن أنتوا هتحلوها. إيه بقى المسائل دي؟ بس قبل ما ماشي تحلوها أعطيكم هنا ملحوظة. ملحوظة هنا ماشي أو النوت: the effect point of an object. ثانية.